السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكل اللي في جريد 3 منهج اوكسفورد. اهلا بكم النهارده، انا معاكم تيتشر امنيه. هنكمل مع بعض النهارده منهجنا، احنا خلصنا يونت 1 وخلصنا يونت 2، والنهارده باذن الله هنبدا مع بعض يونت 3. ان شاء الله تكون سهله عليكم. اول حاجه انا عندي big question. يعني ايه big question؟ يعني سؤال كبير. تعالوا نشوف يا ترى ايه هو السؤال الكبير دوت. يلا بينا. Why do people move to new places؟ ليه الناس بتنقل الى الاماكن الجديده، او ليه الناس بتعزل الى الاماكن الجديده؟ تعالوا نشوف في ايه. Number one, watch video about moving. Learn about reasons people move to new places. Read about a girl and other who move. Write a friendly letter. Make a poster about moving. كل دوت اللي هندرسه في اليوم. اوكي، تعال نشوف. اول حاجه watch a video، نشوف فيديوهات عن الموفينج، عن التنقل من مكان لمكان. تاني حاجه learn about the reason، بنعرف الاسباب الناس ليه بتعزل او بتنقل من مكان لمكان. read about the girl، ان احنا نقرا عن بنت and others، وناس تانيه who move، نقلوا من مكان الى مكان. write a friendly letter، هنكتب كتاب، هنكتب letter او خطاب لصديق. make a poster about moving، وان احنا نعمل poster. anyway المقصود هنا ايه؟ المقصود هنا ان احنا ازاي نتكلم او ان احنا ندرسه في اليونت عموما، سواء كان watch learn read write and make. okay يلا نشوف البيج اللي بعدها. get ready، يلا بينا. يعني 3 words او vocabulary. طبعا احنا اول حاجه بنقابلها هي vocabulary، دي المين vocabulary او vocabulary الاساسيه عندنا في اليوم. اول حاجه backing. backing يعني ايه backing؟ backing اللي هي زي التعبئه او التغليف. moving. moving النقل. meeting neighbors. meeting neighbors مقابله الجيران. shopping. shopping التسوق. ice skating. ice skating التزلج على الجليد. fishing. fishing الصيد. racking leaves. racking leaves يعني زي تهذيب العشب، او ان احنا نلم العشب الضار يعني نتخلص منه. dancing. dancing الرقص. throw snowballs. throwing snowballs يعني رمي كرات التلج. sliding. sliding sliding يعني التزلج. بعد كده where do you usually do this activities؟ اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كلها activities. طيب عرفت منين يا teacher؟ مش بس عرفت من ان انا بتكلم عن verb plus ing، مش واخدين بالكم اني انا لما ببص هنا كده هلاقي ان كل ديت اخرهم ing، فهي كده activity او انشطة. تمام، لان احنا قلنا من شو قلنا في اليونت اللي فاتت ان احنا لما نيجي نتكلم عن verb ونحط له ing فاحنا بنحوله الى gerund يعني الى noun. اوكي، اي dancing throwing sliding كل ديت اخرهم ing جي، كلهم activities. انا عندي 3 kinds of activities، ثلاث انواع من الانشطه. النوع الاول indoors يعني داخلي، النوع الثاني outdoors يعني خارجي، النوع الرابع وهو pause يعني ينفع للاثنين. يبقى أول حاجة indoors داخلي، تاني حاجة outdoors خارجي، وطبعا بوز دي تنفع سواء كانت indoors أو outdoors. طيب تعالوا نشوفهم، نرجع لهم تاني. الباكينج التعبئة أو التغليف، يا ترى ينفع indoors ولا outdoors؟ ولا ينفع بوز؟ لا طبعا، أنا عشان أعبق حاجة لازم أكون داخلي يعني أكون في مكان، فطبعا الباكينج هتبقى indoors. تاني حاجة الموفينج أو التنقل، بنقل الحاجة من مكان إلى مكان، ده طبعا outdoors. meeting neighbor. meeting neighbors طبعا ان انا اقابل الجيران اكيد بتكون outdoors. shopping. shopping برضو outdoors. ice skating. ice skating outdoors. fishing طبعا outdoors. wrecking leaves. ريكينج او على فكره ممكن الشوبينج كمان باعتبار التسوق دلوقتي بقى اونلاين، ممكن احنا نعتبره اندورز. اوكي، ريكينج ليفز. ريكينج ليفز طبعا ديت بتكون في، بتكون
في الجاردن، فطبعا لازم تكون اوت دورز. دانسينج، لا الدانسينج عادي ينفع كده وينفع كده. والميتنج نيبرز برضو انا ممكن اقابل جيراني في بيتي نو بروبلم. والموفينج كمان ينفع كده وينفع كده، لو انا هنقل حاجه من اوضه الى اوضه فده كده اندورز، لو انا هنقلها من الاوضه للعربيه يبقى كده اوت دورز. throwing snowballs، throwing snowballs طبعا outdoors. sliding كمان outdoors. يبقى انا عندي activity 100% outdoors وفي activity 100% indoors، في activity مشتركة ما بين الاثنين. تعالوا نشوف اللي بعدها. turn the page please. look here. Squads of event، يعني ايه squads of event of events؟ وهو ترتيب الاحداث. ازاي ان انا اتكلم عن ترتيب الاحداث؟ طب ده هينفعني في ايه teacher؟ هينفعني اول حاجه لما اجي اعمل paragraph. دي حاجه مهمه جدا، اوكي؟ لازم اعرف الاكشن اللي حصل الاول والاكشن اللي حصل بعده. كمان في كلمات اسمها sequences اللي هي الكلمات اللي بتدل على ترتيب الاحداث. منهم كلمه ايه؟ منهم كلمه first هنشوفها دلوقتي، وكمان كلمه then. first معناها اولا، وزن معناها ثم، اوكي؟ دي بتعمل sequences ما عندهاش مشكله، اوكي؟ تعالوا نشوف. we moved to Brazil، يعني رحنا نقلنا في البرازيل 1 month ago من شهر. before that قبلها we lived in Portugal، كنا عايشين في البرتغال. yesterday I went to my new school، امبارح رحت لمدرستي الجديده. for the first time، ودي اول مره. طب يا ترى انهي اللي حصل الاول وانهي اللي حصل بعدين؟ اول حاجه احنا لو خدنا بالنا بصوا كده، اول حاجه ان هم كانوا عايشين في الايه، في البرتغال، يبقى دي ذا فيرست اكشن. بعد كده وي موفد تو برازيل، راحوا للبرازيل. بعد كده نمبر 3 راح للنيو سكول، صح كده؟ هو استخدم بقى كلمه ايه؟ استخدم كلمه بيفور ذات، وقبل ذلك، يبقى برضو تبع السيكونس ووردز فيرست وذن وبيفور ذات. تعالوا نشوف ايه اللي بعده. letter to a friend، الاول احنا هنشوف يعني هنشوف مع بعض دلوقتي الخطابات اللي عندنا، بعد كده هنتكلم عن ايه، هنتكلم عن احنا ازاي اصلا نكتب، ازاي اصلا نكتب letter، اوكي؟ تعالوا نشوف، ناخدهم مع بعض مش هنسيب اي حاجه في اليونت الاول. letters to a friend، ركزوا معايا بقى. طبعا July 25th dear Nisha، عزيزتي نيشا. يبقى أول حاجة بصوا كده هنا July 25th، أوكي؟ التاريخ. تاني حاجة dear واسم الصديق، أوكي؟ يبقى number one ال date التاريخ. number two دير عزيزتي واسم صديقتي. moving is hard work. mom and I are still unpacking boxes. she and I were picking them just 8 weeks ago. your picture is on my desk. I miss you. our new house is in a town called St. Cloud, Minnesota. it's very quiet compared to Montreal. The weather in July is warm and sunny, and there are no rainy months. Sunil and I can play together, but I don't have any friends here. Meeting in Port isn't easy for me. School starts in September. Dad started the job as a surgeon at the hospital here. He is happy working here. I'm not happy. I just feel lonely. Please write down your best friend setting. أول حاجة إني أنا لما باجي أعمل letter عموما لازم أعمل حاجة اسمها introduction. يعني introduction مقدمة. مقدمة لأن أنا هتكلم عني، أوكي؟ وممكن كمان introduction إني أنا أكتب خطاب، تمام؟ أو إن أنا أكتب letter، إن أنا أكتب مقدمة أنا من نفسي لصديقي، تمام؟ وهنشوفها دلوقتي على الوايت بورد. But anyway لو خدنا بالنا من حاجة كده، بصوا معايا هنا. دي كده اسمها ايه؟ دي كده اسمها introduction.
يعني مقدمة. قبل ما أتكلم في الموضوع أنا بتكلم كمقدمة عن العنوان عنه. بعد كده الجزء ده كده اسمه main sentence أو الجمل الرئيسية. بعد كده الجزء اللي تحت ده اللي هي الخاتمة زي ما بنقول عليها، وكمان الجملة الختامية، اسمهم إيه؟ اسمهم conclusions أو النهاية أو الختامة. اوكي اي ليتر او اي باراجراف عموما لما اجي اتكلم عنه لازم يكون فيه 3 بارتس. اوكي بس مهم جدا في الليتر ان احنا لازم نكتب في الاول الديت، لازم نكتب دير فلانه واكتب اسم صاحبتي او صاحبي، بعدين في النهايه بقول بليز رايت سون او سي يو سون، وبعدين امضي يور بيست فريند واكتب اسمي. اوكي دي شروط اساسيه، شروط اساسيه. اوكي طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. واحد كمان وبعدين نبدأ نكتبها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة، وقولوا لي على أي أسئلة عندكم. كمان هسيب لكم لينك grade 3 في الديسكريبشن بحيث ان انتوا تقدروا تدخلوا في أي وقت لو عندكم أي سؤال أو أي منهج تاني حتى no problem اني أنا أشرح معي. أوكي يا شباب 15th of October يعني 15 من أكتوبر. Dear Nisha, I really miss you. The weather is getting much colder. The leaves are falling from the trees. Sonny and I rake leaves every Saturday in our garden, in our yard. It's hard work. I go to Maple Hill Elementary School. I am the only student from India in my class. Today, a boy said that my lunch smelled funny. It was my mom's lentils curry, which is my favorite. I couldn't say anything because I was so angry. I don't like it here. I want you to go back to Mumbai, your best friend is Sati. هنا برضو ده letter thing. بتقولها في Dear Nisha and Nisha. I really missed you. أنا فعلا مفتقدك. The weather is getting much colder. الجو بقى بارد أكتر. The leaves are falling. الورق الشجر بيقع على الأرض على طول. Sonin and I, أنا وسونين دايما بنعمل rake leaves، يعني rake leaves يعني نشيل الحشائش الضارة. Every Saturday كل يوم سبت. In our yard، في الملعب بتاعنا أو في الحديقة بتاعتنا. It's a hard work، وده عمل شاق. I go to Maple Hill Elementary School، أنا رحت المدرسة الابتدائية Maple Hill. I am the only student from India in my class، أنا الطالبة الهندية الوحيدة في فصلي، يعني بقى من مومبي. Today a boy، النهارده ولد قال. That my lunch إن الغداء بتاعي smelled funny، ريحته حلوة أو ريحته مضحكة. It was my mom's lentil curry، ده كان العدس، شوربة العدس بتاعت أمي اللي بالكاري. Which is my favorite، وأنا بحبها. I couldn't say anything، ما قدرتش أقول أي حاجة because I was so angry، عشان كنت غضبانة أوي. I don't like it here، أنا مش بحب هنا. I wanted to go back to my mumbai، أنا عايز أرجع تاني لمومبي. تعالوا بقى بينا نكتب اللتر براحتنا على الوايت بورد ونشوف مكوناته من ايه. Let's start. يلا بينا. فنرجع تاني ونقول how to write a friendly letter، ازاي انا اكتب كتاب يعني خطاب لواحد صاحبي او لصديق. Friendly letter، عشان اكتب خطاب لصديقي طبعا الموضوع بيكون informal يعني مش رسمي، تمام؟ فبالتالي حتى الكلمات لو اخترنا كلمات بسيطه وسيمبل no problem فيها، يعني مش لازم ندور على كلمات صعبه. زي ما اتفقنا اول حاجه بيكون التاريخ. اوكي فبيكون ازاي التاريخ بقى عباره عن ايه؟ اول حاجه اسم الشهر. بعدين اليوم. وما ننساش الاختصار، الاختصار اللي هو ايه بقى يا تيتشر؟ هقوله لكم هنا كده على جنب. تمام. بصوا يا شباب إذا كنا بنتكلم على يوم واحد، يوم 21 حتى يوم 31 في الشهر، فده معناه إن أنا بقول إيه؟ إني أنا بستخدم الـ S والـ T، يعني معناها first. تمام؟ دي الحاجة الأولى. تاني حاجة إذا كنت بتكلم عن يوم 2 في الشهر أو 22،
فأنا بستخدم second يعني إن دي. طيب لو أنا بتكلم على يوم 3 أو 23 يبقى أنا بستخدم are دي. أوكي أي يوم تاني، أي يوم تاني يبقى th، أي يوم تاني يبقى الـ إيه؟ الـ th. تمام؟ أوكي؟ معناها إيه first؟ first طبعا هنا first، first of July مثلا، هنا 21st of July، هنا 31st of July. تمام؟ هنا 2nd of July، 22nd of July. لكن من أول الرقم 4 فهو th، يعني مثلا أقول 4th، 5th، 6th، أيوة. بعد كده طبعا زي ما قلنا الاختصار ده. ده أول حاجة، أول حاجة بعملها الـ date أو التاريخ. أوكي أول حاجة بكتبها هو الـ date. تمام بعد كده الـ date sure بعمل إيه؟ بستخدم إيه؟ تعالوا نشوف. back the year رقم أول حرف يكون capital تحت التاريخ على طول، وبعدين اسم الفريند بتاعي، وبعدين the name of my friend. اوكي ده كده تحت الايه، تحت التاريخ على طول. عزيزتي فلانه او عزيزي فلان. بكتب هنا اسم صديقي، انا بكتب هنا اسم صديقي الحته دي كده، انا بكتب my friend's name. اوكي my friend's name. اوكي عزيزي او عزيزتي فلان. بعد كده بقى معايا تيتشر كده، بعد كده بعمل ايه تيتشر؟ بعد كده ببدا بقى بالايه، بالانترودكشن او المقدمه. يا ترى المقدمه بتاعتي ايه؟ طبعا انا بسيب مسافه تو فينجرز صباعين وبعدين بكتب المقدمه. لو انتوا هنتكلم عن الموضوع على طول اوكي نبدا المقدمه باسم بعنوان الموضوع، ولكن لو مش عارف تعالى وانا احفظ الجملتين تحفظهم. Hello. Need to be line other. Hello. How are you? I am so happy. أنا مبسوط جدا to write this letter to you. أنا مبسوط إن أنا بكتب لك الإيميل، سوري الخطاب ده. أوكي طبعا كله جنب بعضه كده. هعمل فول ستوب، ممكن اكمل الجمله للايه؟ طبعا انا ممكن اكمل هنا لو في مكان. اوكي I'm right to you. ابدا بقى اقول له انا هكتب له ليه، انا بكتب له ليه. I'm right this letter to you to tell you about، اقول لك على، وابدا اكتب اسم الموضوع اللي انا هتكلم فيه. تمام هكتب لي جملتين ثلاثه كمان. اوكي اكتب لي كده جملتين ثلاثه كمان، طبعا فول ستوب واكمل، فول ستوب واكمل، فول ستوب واكمل من غير تقطيع. تمام دي الفكره العامه. بعد كده اروح اعمل ايه؟ اروح كاتب في الاخر I miss you so much. وحشتني جدا او وحشتني جدا. وبعدين في الاخر اقول له see you soon.
يعني هتطلع لرؤيتك. Your friend صديقك. وأكتب اسم، وأكتب اسم. تمام؟ أوكي؟ صعب الليتر؟ دي أساسيات الليتر. تمام؟ أول حاجة months والday، وطبعاً الاختصار أو اليوسج. ثالث حاجة إني أنا أتكلم عن إيه؟ إني أنا أقوله dear وأكتب my friend name، اسم صديقي. Hello, how are you? I'm happy to I am so happy to write this letter to you. I'm writing this letter to you to tell you about وأبدأ أحكي له عن موضوع أنا عايز أحكي له. أكتب جملتين ثلاثة أربعة، وبعدين I miss you so much. See you soon. أشوفك قريباً your friend. وبعد ال your friend طبعاً بروح كاتب الاسم بتاعي. بعد your friend بكتب الاسم بتاعي. Okay, here I will write my name. هنا طبعاً أكتب my name أو اسم. تمام؟ طبعاً اللي بالأخضر دول بيتكتبوا، لكن اللي بالنبيتي دولت أنا كاتبها لكم عشان نعرف إحنا هنمتين. وهو تنسوا الاختصار أو اليوسج. أوكي؟ طيب تعالوا بينا بقى نكمل نشوف إيه عندنا letters تاني، ونشوف يا ترى متطبق عليهم نفس النظام ده أو لا. Let's see. 12 days of January. Dear Nisha, it snowed 30 centimeters last night. يعني الدنيا كانت جليد 30 سنتيمتر الليلة اللي فاتت. Today, Sunil and I threw snowballs رمينا على بعض كور التلج. And went sledding ورحنا اتزلجنا. With Emily, مع Emily. Emily is my neighbor. Emily دي جارتنا. And my classmate وكمان صديقتي في الدراسة. We went ice skating. عملنا ice skating last week الأسبوع اللي فات on a lake في البحيرة. Someone made a hole. واحد عمل حفرة in the ice في التلج أو في الجليد. And was fishing وكان بيصطاد. It was so cold. الجو بارد جدا. Tonight الليلة Emily and I watched one of my favorite Bollywood movies. هنتفرج على فيلم بوليوود يعني فيلم هندي. Mom made curry. ماما عملت لنا curry. Emily liked it. حبيتها. Your best friend is Sati. هنشوف بقى اللي بعده. هي اصلا نيشا ما وراهاش حاجه غير انها تكتب لساتي. 5th of April. Dear Nisha, happy birthday. عيد ميلاد سعيد. I miss you so much. Guess what? خميني ايه؟ I'm taking a tap dance lessons. بقيت اخد دروس في الرقص. With Emily, مع Emily. I'm happy to be dancing again. انا مبسوطه ان انا هرقص مره تاني. On Saturday, you missed up. We went to Minneapolis. Emily came with us. Emily جاي معانا. Emily and I went shopping for clothes. رحنا اشترينا هدوم. We ate a fun restaurant there. أكلنا في مطعم جميل قوي أو مرح جدا في هناك. We had so much fun. واستمتعنا. Emily, Ashley, and Rachel are coming over on Sunday. هيجوا يوم الأحد. To work on our science project. عشان يشتغلوا معانا في مشروع بتاع الساينس. I'm making some good friends. أنا كونت صداقات جيدة. Your best friend is Sati. 20th of June. في العشرين من شهر جون. 6. Dear Nisha, school is over. خلصت المدرسة. But I'm getting ready to go to summer camp. بس أنا مستعد للمعسكر الصيف. With Emily, مع Emily. We can go fishing. نروح نصطاد. Swimming. نسبح. Hiking. يعني تسلق الجبال. And canoeing there. وكمان نركب مركب صغيرة في البحر. I'm so excited. أنا متحمسة جدا. The weather is warm. بدأ الجو يكون دافي. And it's sunny again. وشمس مرة كمان. فضلنا معهم فصل كامل. When can you visit me in Minnesota? أنت تقدر تيجي تزوريني في Minnesota. There are so many fun things. في حاجات كتير حلوة to do here. نعملها هنا. My new friends, أصدقائي جداد, want to meet you. عايزين يقابلوكي too كمان. Please come, your best friend, Sati. تعالي لو سمحتي صديقتك Sati. بعد كده جاب لنا بقى ايه اللي هي قولوا معايا السيزونز على التايم لاين. يعني هنا مثلا شهر جولاي زي ما انتم شايفين سوني. اكتوبر دي طبعا فول يعني خريف. جانيوري طبعا ده شتاء وينتر. ابريل بدا السبرينج. وجون طبعا بدا الصيف معايا. بروت كاريت سكول. وينت شوبينج كلوزز. وينت تو سمر كامب.
وانت طبعا هنا المفروض ان انا اعمل ايه، اعمل ري ارينج، ارتب يا ترى ايه الحاجات اللي بتحصل هنا. اوكي نيجي بعد كده لل some words زي ايه مانسون. what the meaning of مانسون؟ مانسون يعني ركوب، يعني ركوب السيارة طبعا في الوقت في الجو الحرج دوت. تاني حاجة surgeon، surgeon يعني جراح. carry أكلة الكاري. classmate صديق الدراسة. بعد كده الجرامر بتاعنا النهاردة عن الكان والكود والdifference between can and could. طيب تعالوا نشوف كده تاني على الوايت بورد نشوف الفرق. طبعا هو جايب لنا هنا sentence جمل، ولكن احنا مش هناخد بس sentence او الفرق ما بينها، لا ده احنا هناخد الرول على بعضها. تعالوا نشوف كده. the ability او القدرة والاستطاعة. ability معناها القدرة او الاستطاعة، يعني اني اكون قادر اني اعمل حاجة او استطيع اني اعمل. طبعا احنا عارفين من زمان ان كان معناها يستطيع، دي سهلة جدا، ولكن النهاردة هنتكلم عنها في البريزنت وفي الباست. خلونا نبدأ مع بعض الاول فيها كبريزنت او ك في المضارع يعني. تمام، اول حاجة the present. هو في فرق يا تيتشر؟ اه في فرق. تعال نشوف في فرق لما اقول استطيع دلوقتي واني اقول كنت اقدر اعمل كذا او كنت استطيع اني اعمل كذا. خلينا نبدا في البريزنت الاول وبعدها نشوف موضوع الباست. البريزنت احنا اوريدي واخدينه من قبل، تمام، وهو اني انا اتكلم عن الاستطاعه باستخدام كان وكانت، باستخدام كان وكانت. تمام، يعني البريزنت بيتكون من كان وكانت. طب ممكن تقول لنا السنتنس بتتكون من ايه؟ تعالوا نشوف. I will start with the subject. After that, can or can't. بعدها الفيرب في الانفينيتيف. Let's see. أول حاجة ببدأ جملتي بالسبجكت أو الفعل. وهنا مش هيختلف إذا كنا بنتكلم عنه كـ he, she, it, I, we, they, no problem. تمام؟ بعد السبجكت plus لو أنا بتكلم في جملة بوزيتيف يعني مثبتة هستخدم can يعني يستطيع. ولو بتكلم في جملة نيجاتيف يعني لا يستطيع فانا هستخدم can't. وcan't هي اختصار لكلمه can plus not. can plus not. بعد كده plus هيجي ايه بعدها يا ترى يا تيتشر؟ الverb، ولكن في الانفينيتيف فورم او في المصدر. طيب تعالوا نشوف كده example يورينا المعنى ايه. as example I can swim. I can swim. يعني أنا بقدر إني أعوم. أوكي. But ولكن I can't play chess. بس مش بقدر إني ألعب شطرنج. يبقى هنا أنا بستطيع إني أعمل حاجة ومش بستطيع أعمل حاجة تانية. يبقى الجملة بتاعتي تبدأ بـ subject اللي هو الـ I زي ما أنتم شايفين كده. ال I بعد ال I can أو can't مش هتفرق. تمام، نفس تكوين الجملة. وبعدين أستخدم الفيرب بتاعي في ال infinitive يعني من غير أي إضافة. I can swim but I can't play chess. أوكي؟ طب يا تيتشر أنا دلوقتي عاوز أعمل question، أنا عايز أعمل سؤال باستخدام can. أبدأ بمين يا ترى؟ هبدأ بكان. بعدها subject. بعد subject verb في ال infinitive. تعال نشوف أول حاجة I will start with a can. معناها بقى إيه؟ هل تستطيع؟ can. بعد كده plus subject الفاعل. بعد subject plus verb in infinitive form. verb in infinitive form. اوكي، وبعدين طبعا الكويستشن مارك او اداه الاستفهام بتاعتي. طب تعالى نشوف كده كويستشن او نشوف اكزامبل. ليتس سي از اكزامبل. كان يو سكوات؟ طب يا ترى بقى الانسر تيتشر راح تكون ايه؟ يا
يا إما yes يا إما no. يعني راح أقول yes I can. Or أو no I can't. Yes I can or no I can't. كل ده أنا بتكلم عنه فين؟ في البريزنت، إن أنا أقول أقدر أو أستطيع أن أعمل حاجة دي دلوقتي في الوقت الحاضر. طب تعالوا نشوفها كده لو إحنا اتكلمنا عنها في الباست. هتختلف يا تيتشر؟ طبعا هتختلف. تعالوا نشوف. في الباست أنا بتكلم عن إيه يا ترى؟ بتكلم عن بريزنت سيمب، بتكلم عن ability برضه، يعني قدرة، يعني استطاعة، بس بقول أنا كنت بقدر أعمل كذا، كنت بقدر أعمل كذا، ممكن أكون دلوقتي ما كنتش بقدر. بستخدم إيه يا تيتشر؟ بستخدم الباست بتاع الكان او الكانت اللي هي could or couldn't. could or couldn't بستخدم كلمة could او couldn't. تعالوا نشوف الجملة كده وخدوا بالكم بقى. هنا هتلاقي دايما ايه، هنا دايما بنستخدم كلمة when I was when they were. يعني بيكون عندي جملة بالاول بتدل على الماضي، بتكون عندي جملة بتدل على الماضي بحيث ان انا لما اجي اتكلم عنها أقول إني أنا كنت بعرف أعمل كده زمان بس دلوقتي أنا مش بقدر إني أعمل كده. أوكي؟ تعالوا نشوف كده. could أو couldn't. الجملة بتاعتها بتتكون إزاي؟ أول حاجة راح أبدأ بالسبجكت بالفاعل. وزي ما قلنا مع الكان أي فعل مش تفرق. بعد كده هستخدم could ودي حروف كلمة could. أو couldn't without couldn't. تمام. وبعد كده بيجي الفيرب في الانفينيتيف. تمام. طب تعالوا نشوف ازاي. يبقى انا عندي كده الجمله بتبدا ب subject plus could او couldn't. بعد كده بعد الكود والكودنت بيجي الفيرب ولكن في الانفينيتيف. تمام. طب تعالوا نشوف جمله سنتنس. خلينا نشوف اكزامبل. از اكزامبل when، هنا when طبعا معناها عندما. when I was five، لما كان عندي 5 سنين. I could، ممكن برضو أستخدم couldn't. لو could يعني كنت بعرف، لو couldn't معناه ما كنتش بعرف. couldn't as example swim، كنت بعرف أعوم أو ما كنتش بعرف إني أعوم. صعبة زي ما انتم شايفين كده. بصوا كده معايا، أدي when عشان تدل على الماضي. طبعا هنا ال verb to be سواء كنت بقول was مع ال I وال he وال she وال at أو بقول where مع ال we وال you وال they. المهم إن أنا بقول إن الجملة بتاعتي دي كانت في الماضي أو الـ ability والاستطاعة بتاعتي دي كانت في الماضي. ده المقصود يعني. سواء استخدمت مثلا 5 أي رقم يعني بيدل على عمر، كلمة young يعني صغير السن، كلمة little صغير السن، student يعني على حسب المعنى. بعدين ببدأ بالـ subject، بعدين could أو couldn't على حسب معنى الجملة اللي أنا عاوزها، وفي الآخر بستخدم الفيرب بتاعي في الانفينيتيف أو في المصدر. تمام؟ أوكي؟ طيب دي الجملة الأولى أو الجملة عموما. طب لو أنا هتكلم عن الـ question teacher، يعني أنا دلوقتي عاوز أكون سؤال أو what can how can I do it؟ أعمل إزاي؟ برضو ببدأ بالـ could، بعد كده الـ subject، بعد الـ subject الـ verb في الانفينيتيف. تعالوا نشوف. أول حاجة subject ولا could؟ أبدأ بالcode طبعا. could معناها بقى هنا هل كنت تستطيع، وبعدها subject الفاعل، وبعدها الverb في الانفينيتيف أو في المصدر، وطبعا في الآخر الquestion mark أو علامة الاستفهام. تمام. طيب
بعد كده بقى تعالوا نشوف الاكزام، نعمل اكزامبل كده ونشوف. Code you play chess. يا ترى كنت بتقدر تلعب تشيس؟ ممكن اكتب كمان when you were six، كان عندك 6 سنوات. تمام، تعالوا بقى نشوف الانسر هتكون يس او نو، ولا هتتغير؟ لا زي ما هي مفيش فيها مشكله. يبقى هقول الانسر بتاعتي yes I could او no I couldn't. صعبة؟ سهلة جدا. طيب تعالوا نشوف بقى بعد كده فيه زي ما انتم شايفين هنا ساتي couldn't ice skate. ساتي ما تعرفش تعمل ice skate. ساتي كان ايس سكيت، ما كانتش بتعرف تعمل ايس سكيت، لكن بعد كده دلوقتي تقدر. ساتي كود بلاي ويز نيشا، ساتي كانت بلاي ويز نيشا. يبقى الحاجه بتاعت زمان ما كانتش كود وكودن، الحاجه بتاعت دلوقتي ناو كان وكانت. بعد كده الجزء الخاص بالليسننج. هير ار سم ويز تو اسك فور هيلب. هنا بقى السؤال ده سيتويشن او الموقف. لما اجي اطلب من حد او اطلب من حد مساعده هقول له ايه؟ تعالوا نشوف. اول حاجه when I want to ask a question or ask for help، لما اجي اسال عن مساعده can you help me please، ممكن تساعدني من فضلك. I'm looking for وابدا اكتب عايز يساعدني في. I'm sorry to bother you، اسف اني بزعجك، but can you help me، ممكن تساعدني. يبقى انا عندي تو مسج وطريقتين، يا إما أقول له I'm sorry to bother you، أسف بزعجك، can I help you، can you help me، أو أقولها له على طول can you help me، ممكن إنك تساعد. ده اسمه إيه؟ ask for help أو طلب مساعدة. طبعا لو أنا أقدر أقول له yes I can أو sure، لو أنا مش هقدر أقول له I'm sorry I can't. بعد كده بيقول لي perfect and. طبعا perfect and لما بضيفها قبل كلمة فده معناه إني أنا بقول العكس بتاع الكلمة أو بتديني الأوبوزيتيف. يعني مثلا happy تبقى unhappy، packed unpacked، unblanked unwrapped، unbuttoned untied uncovered untangled، كل دول بتديني العكس. طيب but يعني ايه but؟ but يعني ولكن. بعمل بيها ايه؟ we can describe how two things are different in one sentence. بقدر اوصف بيها حاجتين عكس بعض في جمله واحده. as example in Korea، في كوريا بيحصل ايه؟ people often eat rice، بياكلوا رز. but ولكن in Germany people often eat potatoes، في ألمانيا بياكلوا بطاطس. in India the summers are rainy، الشتاء الصيف بيكون في مطر. but in Minnesota the summers are sunny، الصيف عندهم مشمس. يبقى but بتربط لي ما بين two sentences، والtwo sentences فيها منهم difference أو عكس بعض. ده الجزء الرايتنج. وبكده اقدر اقول لكم ان اليونت بتاعتنا تكون خدناها من اول ليدر لاخر ليدر. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا فهمتوها كويس، وما تنسوش في الكومنتس تقولوا لي احنا فهمنا تيتشر. لو حابين تحلوا معايا اكسرسايز كتير انا سايبه لكم اللينك في الديسكربشن، ابعتوا لي وانا هبعت لكم اكسرسايز تحلوها، وان شاء الله باذن الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. عجبكم ما تنسوش اللايك. ثانكس ا لوت اند باي.